أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة تقول: جاءتني الدورة الشهرية قبل موعدها بعشرة أيام، وانقطع الدم في اليوم الخامس من الدورة وهو يوم الطهر، فتطهرت ثم طفت طواف الإفاضة وسعيت بعد ذلك بين الصفا والمروة، وبعد انتهائي من الطواف والسعي حصل الدم مرة أخرى، فما حكم طوافي وسعي؟ أما إذا كان الطواف كله ما حصل فيه شيء فهو صحيح. إذا طافت ولم يحصل عليها نزول دم في كل الطواف فهو صحيح، والسعي صحيح أيضا. أما إذا كان نزل عليها شيء في الطواف فلا بد من إعادته وإعادة السعي. نعم.